السلام عليكم، كيوم ما ثوم هاني نهار وصديكم شاشغيش فيديو جديد. مؤخرا يجاج ندجة دي المغرب دي المواقع التواصل الاجتماعي فيديو يا الإخوان خيجن راح نجعظم مزيان، يعني يظهر سجن العفوية سجن الطريقة نرهاد يبدأ يسور، يعني دي اكشاحد سيدني صواريث من بعدين شاريث دي سوشيال ميديا. احنا جاري طوي سوخ العائلة نس انه فهرش يماس باباس وانت كذلك عاوذ. المهم يسور بانه يخصص زعما انت انه ذا عياز يقضى، يعني هذه كلف العائلة الناس كيسني باد غسني وكشفوس خاصني يخدم الساعة بزاف مغالا. المهم يسور كانه ذا عياز. من بعد رامي ذو مني غي انتشر الفيديو هذه المواقع التواصل الاجتماعي الصحافة المغرب، يعني الصحافة الإلكترونية روح نغاس غاف الدار بدا السوار نكيس جين كيس لقاءات صحفية. من بعد يعني ينطش هكتا سنتي وذان كتا أواناس. المهم بدا المحسنين ظهاند تعاون سجن النصيب. المشكل ماشي ذا المشكلة، واني منايا مارة الإخوان هو أنه قد سن من نيت سوشيال ميديا مش تلقى، يعني نقارس نشين سيف ذو حدين اشتوكش اشتكس غايج نوورني غايج خارقني غاش انا لهادو اجيبو ذو الني اخاك النقر اموه جا سوشيال ميديا تطبيعا نس ما مش غاش خصني وذاني جنها تكادي جنها الشاهم مره كيد غايج نفايوضا مزيان ثمانا ياس يوقعنا الاخوان يوحن جاريا مزيان. ما بالوكم عاد بنادم مراي مغا يعني سرع قرنس. المهم ونسيغ ميزدي كيجن نخبا وحتى انه يتوايد ولا تبارتاج انتي ودان حتى بأي دليل، يعني وغاس تيجن الدليل بدا تبارتاج المنايا السوار الخاس خبايا هو انه اواني منايا واني دجيكا واني المعاونة واجيبو شي المعاونة ما مش قام في مغا. المهم عشان المعاونة تم مزيان مش دوم نيخت نقرب خاس السوشيال ميديا فعريت بلي انه حنجاري قاتو غاس المشكل دي النومو انت دي الحقيقة شخصي مغا وتجيبو ضم مزيان غير تغي تقامو كبار السوشيال ميديا باش هادي يجمع التمنيات باش هادي يستغلي ولاد و يعني لق بنت اصغر من الصاب، يعني دي ظهر جديد ديال 2023 او انا منايا جاية مش دوم مني يوقعن صحيفة تشوف تي في تروح غاس تلقى كيسجل اللقاء هادوم كسيغي جو مرسوم ضم مزيان هادوم تشعشر باش تخزن بطريقة نيتغو عايزرين قبل فيديو يا تزاني حنا جاري ما مشي الساور الطريقة يزي الساور. يلا الإخوان قيمت كين غنزة فيديو يا وانيتاتي 24 مليون 28 مليون فين غادي نصبر قطعوا الوادو الفرزين ما يتماس هذه العقل ما يتماس الخوت ما يتماس انت اخوي اللي تتعايب فيا انا باقي صاحبي زي صوب بعينيك بغيت لك انا بغيت حالتي العدو يا بغيت لك تايا ولي شي تصفتي تبرا هذي دقلي بيري يا اخويا بغي نتسافى بغيت انا نكبر زي المستقبل ديالي ويلي قالك غير نصبتي عليهم انت وشي مجموعه ايمن قالك امك ما مريضاش باك ما مريضش ودابا غنهضر معاك عقليتك الحمد لله راك كبير ايمن في عقلك دابا ماما انت نصرتي على المغاربه قلتي لهم امي مريضه تتموت وبابا تيموت وانا عندي مشكل قال في الاخر ما كاين حتى حاجه ايمن انت تكذب ما كاين حتى حاجه وانت خد شوفوا بعينيكم هانت نوريهم دابا اللي تاع ايمن دابا انت عاصمني انا راه جاي نقول لك اش يقولوا المغاربه خويا خوتي انتوما على مباشر انا ماشي على الفيديوهات اللي كندير قبل عافاك هذا في اليوتيوب ولا داك السيد هذاك بغى يستغني بغى يستغني راه شي غير واحد اللي قالها راه بزاف اللي قالوها وهذوك اللي بزاف هذوك انا شنو بغيت مالكم الخوت هذوك الكومنتات اللي تتكذبوا تدوا مع ماما عليهم هذي هو الخوت دخلت عليكم بالله هذي وصفوا حالها شنو حالتها قالت راه صحيحه هذي صحيحه صحيحه كاين شي ميل واش كاين شي ميل في طبيبي بين امك مريضه كاين ها هو ها كاين عندك ها تعرف تقرا تعرف نقرا ها ديالو ولا كتب ديالو ديالو من هذا ديالو
الحالة المدنية. هذه ديالك. اجي بعدا الناس فكروني بحالة مدنية، مش حاف عمرك انت. انا عندي 8 سنين. وهذوك اللي تيقولوا لي عندك 75 عام. مالي انا عندي شي مرة بنت ليكم عندي. عندي شي مرة. مخبيها لكم في مختفون. انتو تصفوني وغتبكيو. جاو عندك باش قالك باش يديوك للسبيطار، جاو عندك صحفيين قال لكم يلا للسبيطار. عطاوني اخويا شي وثيقة ما تيكتبش بزاف، ما تيكتبش. ما كانش الولد ما غاتمسيوش، لكن الولد عرفتو شنو غدير وعرفتو شنو غديري، عرفتي شنو غديري اختي سعاد اخويا محمد. سير انا حنا نمشيو بأمبيلونس للمؤسسة ديال الولد وغنزيبو. واش اخويا مالك باغي تخرجي على قرايتي؟ باغي الاستاذة تسبني تعيرني؟ هانتوما الخوت، هانتوما حالتي الوالدة. كيفاش حالتك؟ حالتك راك انت كذبتي على المغاربة وصدقوا عاطينك 48 مليون. كيفاش حالتك؟ 48 مليون؟ سوسلي بالي اما دقيلي بالي وزيد يكون لك السبيطار. بس ما كيفاش دقيتي لي بالي؟ اليوم؟ يا راه غنقول التاريخ. ايمن اعطيني التاريخ ديال اليوم. اعطيني التاريخ ديال اليوم. انا جاي اليوم باش نتشد انا وياك، لان المغاربه بغاو يعرفوا الحقيقه. عطيني هذه ديال اليوم. طيب ديال اليوم صفر خوت، هانتوما غتصوفوا هذا باش غدا خرج التحليله. صفروا وراك على نسينا. اسيدي ها هي انت دابا مشيتي لي يدي ورا يدي داك الباجه البرا ما تحاز. يا ديري شك هكا ديال باش يبانو راك جاد ديال اللي قدام. صفوا الخوت راه بزوج مزيان، انا مش مزيان عندك راه بزوج الخوت. نتوما معنا على المباشر واليوم صفوا. هانتوما ديما تنقدر نحل لك دابا قال لك انت كبير، وقف انت تشوف كيف بعدا ني دابا انت راك كبير. عافاك ولدي كبير وراك انت كبير. قال لك انت كبير كاع كبير. كنت تنبان لك الكبير والله انا برسول الله. ونقول لك السريف نزيد لك شي حاجه. السريف باغي والدي يتسافر وعاسى الملك وما نخاف من حتى واحد من غير سيدي ربي. ما تسمي حتى واحد، ما تقول السميات، غير قول انا ما تقول السميات. وانت ولا انت نتوما بزاف اخوتي على المباشر. ازو تشوفوا الوالده وتشوفوني انا. انا نسيت تبرعات، شديتي 68 مليون. 68 مليون لا 27 مليون وستي تدوخ عليا. انا كل كنت سد 28 مليون راه ما تبقاليش هنا. انصب واش اخويا الثالثة تصوب فيا ولدتي على المباشر. هانتوما بزاف زيد سرقت لك من دارك، زيد دقيت عليك الباب، زيد صفرت لك جيبك. انا ماشي نصاب وانت انتي اللي نصاب انتي. ولكن صدق اخويا انت عطيتي فلوس عطيتي حاجه والله ما حنا بغينا نسنا فلوس. طيب كاز درت صحاب الكومونتيرات اللي قالك نصاب دابا اللي كتجاوب ولا شنو؟ مزيان اخويا. ولكن هادوك الناس اللي قالوا لي نصاب انا ماشي نصاب. كون كنت نصاب الخوت كون زيد عندك وندق
وقصد ولكن انايا هاد العقل انا نهز الهم صغري وبس كل واضحين وتنبكيو تنسكي تنبكيو تنسكي ونهز الهم من صغري تنبكيو تنسكي وانت انت ايا ولدتا ما تسميتو واحد وانت ولدتا ايا دابا انت كتهضر مع صحاب لي كومونتير اللي قالوك انت نصاب انا قال لك انت اكبر نصاب في التاريخ انا اكبر نصاب في التاريخ راه سمعتيها راه وريتيها ليا انا وريتها لك ازي تسوف دخلت عليك بالله ازي تسوف الحالة ازي تسوف الحالة ازي تسوف الحالة ثم تتبكي وتسوف الحالة ديال العزباء الوالدة ديال الوالد انا ريت نبكي من صوري ومكرات انا نكبر من دابا وهاد الصحة اللي عندي واخا نعرف نديرها اي حاجة انت قاتل كما تيتقاتلو علي والدي ويجيبوها ليا بالمعدة وشي حاجة نهار بركوز نهار بروزكا تحبو تضحكو عليكم ولا حنايا نحيدوها قديمة وانتوما تلبسوها جديدة اللي تيتسفى تيتبلى انت اللي تقول لي سي واحد انا الخوت انا من مصلحه الوالد ديالي من مصلحته ويعود الراس بنادم من خمس منك بخاف انا سيدي ربي علاش خساري تيشوف تي في قلتي ليا انا قلت لهم والو ملي تشوف تي في تجي علاش شوف تي في زوين وكتعجبني شوف تي في انت اللي زي عندي صحافي هاد الزي خصبه وتدور بيها شكون وهادو الصحافي لا مع السنون مع السكوب لا تصدق كيفاش اعترف الزملاء قول لي كحزم ما قدامه وخلي انتايا نعم انا بس عرفتك اخوي صحافي نمشي معاك ولا شي حاجه انت نمشي معاك انتايا جيب لي امبيلونس بغا يعاونك بقات فيه ماما وما تبقاش فيه من اللي بغا يديني ما تبقاش فيه وي اللي تيحرس الناس المحرس واش عرفتي هادشي يا إمام تمسوف اللايف ديالو ورجع لنا المباشر ديالو جاب نيتو بغا يدي ماما للسبيطار ما بغيتيش تمشي انت اخويا علاش دي ماما للسبيطار وعلاش باغي تجيبني انا كوما كنسولت كاع ما نديكم تتسمى باغي تصفرني انا قالك انت قالك لي بغيتي كتكذب على الناس وصدقتي جافرون في 64 مليون وانت صغير هو وانا هادشي اللي قالو هما انا صافر 64 مليون راك شفتيها انت براسك انا صافر وهاد
ما فهمتش. زيت لي أمبيرونس ويبرح أمبيرونس. إيوا تمشي الدواء إيمان إلا جوعت. مشيت معاهم مشيت معاهم؟ ولكن هادوك هذاك ما عرفتش شنو كيقولوا لي. ما تسميني حتى انا ما تسميش. انا عارفك دابا انا وياك ايمن. قول لي يلا قول لي دابا انا سحبت وتندوي بها الحر. لا راه الماء راه الماء لا غادي تشرب الماء. لا اجي في كاس سير جيب له الماء من السيف. انا وكيل سمعتوني الخوت انا اللي تيقول عليا روبي اللي كاين هي انا هذوك الناس اللي تيقولوا عليا حتى نصاب ولا شي حاجه. انا نصاب انا نصاب. قالك انت اصغر نصاب في العالم هو انت. اصغر نصاب في العالم بحال هادي اصغر نصاب وفهمت والخوت عقل كبير واخا تشوفونا صغار عقل كبير فهمتو. وانت اخويا اللي تقول لي اربع روس ست زوان وتيفتخ راه كاينه بصح. كيفاش؟ راه بصح هادي. شنو داروا؟ زاد زوان وتيفتخ. انت؟ انا هما زاد زوان الاول. وش هاد هاد هادي هاد القد هذا يسد زوان هذا البروس ست زوان وتيفتخ. كسبوا عليك البروس ست زوان وتيفتخ. يلا كيف كيفاش؟ مش كي نغزري مع الاخوان فيديو يعني الصراحه فيديو مغيط طاس تقريبا دي شاد ساعه تلوزيين نحاول ما امكن هذوم تكسير يعني مهم دي استكرار الطاس غير خص هذو تحوها انه مسكينه حنجره سلعه فويه الناس الطريقه انها دي زي الساوري تبان هذه مغا وش كان دايس للاسف المغربيين عرنت انه ديج بنادم مغا حد يقرا راس 25 سنه حد يقرا راس 40 حد يقرا يوشا شن 60 مليون لحد 40 مليون نهار يوضح بلي انه مازال عاد يصدغيك جدي مسكين انه ذا مزيان غاس 8 سنين ما راه من يتنظم دي السوشيال ميديا ذا خارق. واخا نطول غشا الاخوان نجدو من غدي بدايه الفيديو السوشيال ميديا سيف ذو حدين اذا ما شيوكش اتكاري جنها غاس صباحا تفذول. مهم من يا الاخوان دوال الفيديو كيوم شاش نهارات اتمني كالعاده ويخزن القناه اول مره فضلا وليس امرا هذا غي كابوني كذلك ويخزن فيديوهاتنا هذا غي جيج اللايك اريجو فيديو نغري ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.